الطبيعي والمعروف في أي دولة في العالم أن الشخص البلطجي مفروض مكانه بيكون داخل السجن، لكن عندنا في مصر الوضع غير. كبير البلطجية بيطلع من السجن عادي جدا بعفو رئاسي، ومش بس كده، ده كمان بيمتلك أكبر شركة أمنية للحراسة في البلد، يعني حاجة تقدر تقول عليها كده يا بلد كل حاجة وعكسها. يمكن ده يفسر لك تصريح السيسي لما قال أنا ممكن ب 30 مليون جنيه وكرتونة رمضان أهدلك البلد. فبالفعل طول ما هو شغال مع ناس زي دول فعلا ممكن البلد يكون نهايتها إنها تتهد أكتر ما هي مهدودة حاليا. صبري نخنوخ اللي طلع وكان بيتفاخر بأنه بيأمن حاليا وأن شركته حاليا بتؤمن حراسة حفلات دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية من خلال شركة فالكون اللي بيمتلكها صبري نخنوخ، طلع وقال على بوست على الفيسبوك: شركة فالكون للأمن والحراسة تنجح في تأمين احتفالات الشعب المصري بترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وانتظرونا. معروف من زمان جدا من أيام مبارك أن صبري نخنوخ هو كبير البلطجية في مصر، وكان عليه قضية حكمها مؤبد بتهمة حيازة أسلحة عام 2012، وخرج من السجن في مايو 2018 بعفو رئاسي أصدره عبد الفتاح السيسي نفسه. يعني أنتم متخيلين بقى المشهد. ولو قلنا كمان شوية معلومات عن فالكون، نخنوخ اشترى الشركة دي مقابل 3 مليون جنيه مع تحمل مديونيتها اللي بلغت 120 مليون جنيه. تحمل اسم الشركة شركة فالكون، بتحمل رسميا اسم الشركة الدولية للأمن والخدمات، وبتبلغ حاليا محفظة أصولها حوالي 820 مليون جنيه. ومش بس كده، لا ده كمان كان أصدر عبد الفتاح السيسي القانون 86 لسنة 2015 بشأن شركات الحراسة المنشأة ونقل الأموال، وأوجب على الشركات القائمة تقنين أوضاعها وأجاز لها الحصول على تراخيص بأنشطة عدة بعد استيفاء الشروط. وطبعا الحاجات دي متوفرة عند صبري نخنوخ والشركة اللي خدها صبري نخنوخ. يعني من الآخر كده كله بالقانون. هنشوف دلوقتي مع بعض فيديو لأفراد فالكون للحراسات الخاصة اللي كانوا بيأمنوا فيها حفلات ومؤتمرات دعاية عبد الفتاح السيسي للانتخابات القادمة. بغض النظر بقى عن الحفلة والحفلة دي الناس حاضرة فيها ازاي وازاي تم حشد الناس دي، اللي احنا بقالنا كام يوم بنتكلم في الحاجات اللي زي دي، لكن زي ما شفتم كده الناس اللي بتأمن عاملين ازاي وشكلهم عامل ازاي. ناس مفتولة العضلات مش اكتر، متلمين بقى من جيم او من حتة معينة، ومخليهم في شركة حراسات خاصة، ومفروض ان هم دول اللي بيحموا الحفلات. وفي الاخر يطلع يقولك أهد البلد بجيش من البلطجية. واضح كده أنه صدق في كلامه، وحاليا بقى للبلطجية قيمة في مصر بزعامة صبري نخنوخ، لأنه بعد صدور قرار عفو الرئاسي أصبح وكأنه الحكم اللي خده صبري نخنوخ قبل كده ولا كأنه في أي حاجة، لأنها بعدها بأيام معدودة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر، واللي تعاقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد. فمن الآخر كده نخنوخ شخص طبيعي جدا وموجود في الدولة، وعشان تعرفوا البلد بتدار إزاي والبلطجة بيدار إزاي، البلطجة داخل أجهزة الدولة السيادية. ونخنوخ بقاله يومين دلوقتي هو ترند وتعليقات كتير جدا على موضوع امتلاكه لشركة فالكون وتأمين شركة فالكون لاحتفالات الرئاسة المصرية. هنستعرض معاكم جزء من أبرز التعليقات لجمهور منصات التواصل الاجتماعي، والبداية مع حساب باسم الراية مدون كويتي اللي قال أنه عايش دور مؤسس فاجنر نخنوخ بريفيجون. عزيز علق على تأمينهم مؤتمرات دعاية سيسي وقال هيكون معاهم شرايط ترامادول يا جماعة، وبيتساءل هنا عن فكرة الشرايط الترامادول اللي احنا سمعناها في خطاب من كام يوم. السيد كتب وقال: دي الدولة الجديدة اللي بقت قد الدنيا، حينما يتولى المسؤولية السفهاء انتظر الساعة. محمود كتب وقال: يا جماعة ما احنا محتاجين موزع معتمد للترامادول، الترامادول بتاعنا بدل ما نجيب أجانب يعني وندمر البلد، فعشان كده جبنا صبري نخنوخ. حساب آخر علق وقال: البلد تتحكم فيها عصابة من البلطجية وتجار المخدرات والسلاح. عمر كتب وقال:
الله يا جماعة الخير، شاهدت فيلم اسمه، أو والله يا جماعة الخير شاهدت فيلم اسمه زمن حاتم زهران نور الشريف، وهذا كان عمل فني. أما المواطنين الآن يشاهدون عالم حقيقي لم يكن حتى يتخيله ولا في الأحلام أو الرؤى المستقبلية أو الواقعية. حتى زمن البلطجية عندنا نخنوخ في القاهرة، وعندنا زمن البلطجية في سيناء إبراهيم العرجاني، والاثنين تابعين حاليا للدولة. تعليق آخر من حساب باسم محمد اللي كتب وقال: والله العظيم لاحظت البلطجية في الاحتفالات في بني سويف وفي محافظة تانية. فمن الآخر هو بيتكلم على أن في بلطجية موجودين بشكل رسمي من خلال شركة فالكون. آخر تعليق معانا من سليمان أو سليمان اللي كتب وقال: هو ده أساسا دوره في الأيام اللي جاية، دول تقدر تقول عليهم كده رجالة المعلم. تقريبا فعلا كل الدكتاتوريين حول العالم بيكون عندهم هاجس من فكرة الناس اللي حواليهم، فبيروحوا يشوفوا شوية بلطجية كده في الآخر عشان يحموهم، لأن دول بيبقوا أحيانا بالنسبة لهم أحسن من اللي حواليهم، اللي ممكن يكونوا هم خايفين إن هم يبيعوهم في أي وقت. وللأسف طول ما الدولة بيحميها حاليا نخنوخ واللي معاه، ما أعتقدش إن احنا نقدر نتقدم ولو خطوة واحدة للأمام في ظل الأوضاع الحالية. وارفع بقى شعار دولة البلطجة في خلال الفترة القادمة.